أهلا بكم في موجز لآخر الأخبار الاقتصادية. انخفضت أسعار الدينار العراقي مقابل ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسة ببغداد، حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد مبلغ 157,350 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي، في حين ارتفعت الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية، فبلغت أسعار البيع 158,250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 156,250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي. أثر استمرار ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على استقرار حركة السوق بشكل سلبي، وسط انكماش في النشاط التجاري مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، ما يمثل تهديدا للعديد من المشاريع التي تشغل مئات الآلاف من الأيدي العاملة في البلاد. وأوضح مختصون في الشأن الاقتصادي أن استمرار ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى زيادة خسائر التجار في القطاع الخاص وزيادة الاضطرابات الاجتماعية نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، مبينين أن المشكلات المالية التي تعاني منها البلاد بسبب السياسات الخاطئة أدت إلى إعلان عدد كبير من أصحاب المشاريع إفلاسهم وإغلاق مشاريعهم بعد تكبدهم خسائر مالية كبيرة. دعت جمعية حماية المستهلك الأردنية المواطنين لإشهار سلاح المقاطعة في مواجهة ارتفاع وصفته بغير البسيط طال سلعا أساسية دون مبرر. قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إن الارتفاع طال 33 سلعة أساسية قبل شهر رمضان بنسب متفاوتة وصلت من 7% إلى 14%. ووصفت الجمعية ما يجري من ارتفاع بأنه احتكار وجشع من بعض التجار ومحاولة هيمنة بعضهم على استيراد أصناف محددة من المواد الغذائية. كما دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إلى تدخل السلطات الأردنية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر قبيل شهر رمضان المبارك من خلال فتح المجال أمام المؤسسة المدنية الاستهلاكية للاستيراد وخلق منافسة عادلة في السوق. دعا مسؤول أمريكي كبير في مقابلة مع وكالة فرانس بريس منتجي النفط بمن فيهم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، دعاهم إلى زيادة الكميات المعروضة من الخام في الأسواق. وعلى هامش مؤتمر سيراويك للطاقة في هيوستن، قال خوسيه فرانديز مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والطاقة إنه مع تعافي اقتصادات العالم من جائحة كورونا سيزداد استهلاك النفط، مطالبا بزيادة إنتاجه. وفي أوائل شهر تشرين الأول قررت أوبك بلس خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا في مستوى لم تغيره منذ ذلك الحين. ارتفعت أسعار النفط بعد أن أشار المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن محدودية الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية، بينما يتعافى الطلب من الصين أكبر مستورد للخام. سجلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب قدرها 24 سنتا لتصل إلى 86 دولارا و42 سنتا للبرميل، كما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 دولارا و69 سنتا للبرميل مرتفعا 23 سنتا. هذا وتتجه أسعار برانت إلى الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ أيار 2022، مدعومة بأمال تعافي الطلب في الصين وزيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط ومعالجة المزيد من الخام. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي. إلى اللقاء.